انا عايزه اسالك عن الرياضه نفسها، يعني الاسكواش هو احنا ليه متقدمين فيه؟ يعني ليه رياضه فرديه مصر فيها فعلا ومن زمان محققه فيها مراكز عاليه جدا، ودلوقتي بنتكلم عن يعني عنصر النسائي كمان، رنيم الوليني ونور الشربيني، وعندنا اسامي كتيره، فاشمعنى الرياضه دي كده من وجهه نظرك؟ يعني احنا عندنا صراحه مدينا اهتمام يعني كبير بشكل مش طبيعي، بنتمرن او يعني وقت وساعات اكتر من هما الناس بره بيتمرنوا. مدربين هنا كويسه قوي، مؤهلين بشكل برضو عالي، انه كله بادئ من وهو صغير، فكله يعني ده اللي مخلي الدنيا كويسه. مين عندك بقى، بما ان انتوا عيله رياضيه، يعني مين قبل اي بطوله بيبقى هو الداعم ليكي نفسيا؟ يعني خلي بالك من حاجه، احنا برضو بشر في الاول في الاخر، ممكن قبل اي، انا ممكن قبل ما اطلع على الهواء مش في المود، انا على طول متوتره حتى لغايه دلوقتي قبل الماتشات. فاحنا بني ادمين، فطبيعي بنحس بكل الاحاسيس العاديه، فممكن ابقى داون، ممكن ابقى عندي مشاكل، عندي امتحان، عندي وات ايفر، فبيأثر. مين اكتر شخص داعم ليكي بصراحه في البيت؟ انا بتكلم اكتر حد صراحه، انا يعني اول حد اكلمه قبل اي ماتش او قبل اي حاجه اخويا، بحكم المدرب الدنيا كلها، ومامتي، يعني هم اكتر ناس، وخالتي برضو صراحه عشان هي رياضيه جدا. احنا عيله كلها بتحب الرياضه. حلو جدا. بالظبط، حلو قوي.